عرفي نفسك اتفضلي. انا مدام سوير نديم. اتفضلي. انا ام عندي 7 اولاد. اكبرهم عنده 28 سنة. ربنا يخليك. اصغرهم عنده 10 سنين ان شاء الله. كويس. بحب مصر، مش عايزه غير ان انا اشوف بلدي نظيفه. لما اسافر بره لما حد يسالني انت جنسيتك ايه، انا مصريه. ها مش هستخبى. انا سافرت بره كتير طبعا، مش هقعد بقى اقارن بين هنا وبين بره طبعا، دي موضوع مفروغ عنه. لكن هقول ان انا مره كنت في رايحه الاردن زياره 4-5 ايام كده، وانا في المطار كانت قدامي في الليل واحده مغربيه، فانا واقفه ورا على طول، فسمعت بتقول ايه مصر زحمه زباله معفنه، الكلام ده من 5 سنين. فانا طبعا يا حبيبتي يا مصر وبالاحضان يا بلادنا يا حلوه، واموت اعيش ما يهمنيش، ومصر بتشتم قدامي ومن مين؟ من واحده مغربيه. وايه ونازلين الاردن ليه يعني؟ فرحت قلت لها تعالي هنا، انت بتشتمي مين؟ قالت لي انت مصريه؟ قلت لها ايوه. قالت لي انا اسفه قوي. قلت لها اسفه ازاي يعني؟ قالت لي معلش معلش. قلت لها اخر مره؟ قالت لي اخر مره. قلت لها طيب. نزلت الاردن بقى، الاردن انا فاهمه بقى، انا جايه من جاردن سيتي بقى، ايه الاردن دي يعني؟ اتخرست 5 ايام اللي انا قاعداهم ما نطقتش. الشوارع كلها كاميرات، مفيش عساكر مرور، مفيش ضباط، مفيش حد بيكسر الاشاره. لو وقفت في مكان مش مخصص انك تقف فيه وسالت اللي جنبك والنبي شارع قصر النيل منين، يقول لك روح اقف صح وبعدين ابحث، ما يردش عليك. الاردن عشان تعرفوا بس انتوا وصلتوا لحد فين. طب دبان، طب زباله، طب ناس يعني معفنه كده، ولا ناس ما استحمتش بقالها شهر؟ مفيش. طب ناس لابسه ابيض؟ طب الابيض ما فيهوش بقع؟ لا ما فيش بقع الحقيقه. يعني موقف يخض. طب تقعد مع الناس، ايه الناس اللي حافظه شعر ومثقفه ومهتمه بالحضاره؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ في مصر اللي كانت سنه 49 50 51 52 عاصمه من انضف عاصمه في العالم، كانت واخده شهاده انها انضف عاصمه في العالم. إذا راحت فين مصر؟ مصر بقت أعلى معدل تلوث، أعلى معدل سرطان، أعلى معدل يعني هنقول إيه يعني؟ كل فقر، كل حاجة بقى. ما إحنا مش هنقعد نقول، لأن يعني مش عايزين بقى إيه حد يجيب ورقة وقلم ونقعد نكتب بقى عشان نخلص بكرة، بس عشان الوقت يعني. طب أنا عايزة يعني ولادي يعني، أولا طبعا أنا عايزة أقول لك الحاجة، أنا ما بعتبش على أي بني آدم فقير وصل لأي حاجة وحشة، لأن مش هو المسؤول، وهاته هو وحطه في حتة كويسة وهتلاقيه شخصية تانية خالص خالص خالص. بدليل إن الناس اللي كانت بتخدم في بيوتنا وإحنا صغيرين كانوا أحسن من الأمهات، وكنا بنقول لها يا أمي، وكانت بتخاف علينا وتحبنا وتراعينا أكتر من أمنا، ولا كانوا حرامية ولا كانوا وحشين ولا كانوا أي حاجة، وكانوا بيعلموا أولادهم ومثقفين والناس زي الفل. دلوقتي الناس من الفقر تحوحشت وتحولت لحاجات تانية خالص. هات فارين وحطهم في علبة العبوا مع بعض، خليهم 4 هيبتدوا يلعبوا بس مش بمزاج، حطهم 6 هتبتدي الخناقة، 8 هيقطعوا بعض. اوكي؟ احنا عاملين فيهم كده، حاطينهم في عشش أنيل من عشش الفراخ، وحاطينهم في أماكن ضيقة جدا، وحاطينهم في المقابر وفي العشوائيات، وبنقول لهم يا جماعه خليكوا شيك، وكله بالشوكه والسكينه. انت بتتمني مصر ايه بقى؟ انا عايزه اشوفها اعظم دوله في العالم، وعايزه اعمل مصر جديده في الصحراء الغربيه، وعايزه ابقى مصر دي تبقى ما حصلتش. عايزه اولا احنا عندنا حاجه غريبه قوي، عندنا اسهال ابتكارات واختراعات، كل 5 دقايق في واحد بيخترع اختراع. انا مش عارفه ايه الناس اللي مش عايزه تطلع لقدام ومصره ترجعنا لورا، وبتحارب الناس انها تطلع لقدام ومصره ان احنا نبقى دوله متخلفه. انا مش قادره افهم دول يبقوا مين بصراحه. شكرا شكرا.